السلام عليكم، انا حياه من قناه حياه تي في، ام لطفلين يوتيوبرز مغربيه، ومرحبا بلاله مولاتي عندي في الشاون. صراحه الله كنت هكا كنتفرج في يوتيوبرز بزاف هكا ديما، يعني كنتفرج بزاف، كنت مبليه بيوتيوب. واحد النهار قلت علاش انا كنضيع وقتي في يوتيوب، علاش ما نديرش شي لاشين هكا في يوتيوب ونخدم عليها ومنها حتى انا نستافد، حسن ما كنضيع غير الوقت غير في يوتيوب. وصافي هكاك الحمد لله ودرتها ونجحت لي القناه ديالي. لا صراحه لا غير هوايه، وكنت انا وخواتاتي هكا عزيزين عندنا الوصفات بزاف. فاش كنت في دارنا كنا كنديروا وصفات، اختي الكبيره مبليه بالوصفات. صافي من هكاك درت قناه وبقيت كنحط فيها الوصفات اللي كنت كنبغي. اول وصفه بديت فيها هي واحد الوصفه ديال زياده الوزن، هي اللي كنت طلعت بها بزاف في القناه. اختي كانت هكا الوزن ديالها زايد بزاف، كانت فوق 100 كيلو. اختي اصلا هي اللي مبليه بالوصفات اكثر مني، هي اللي كانت كتعطينا وصفات، كنا في الدار كانت كتخلطنا وصفات. صافي من تمايا صافي هادي التجربه ديالي مع الوصفات. كنشارك الحياه ديال الشخصيه، ولكن غير راجلي الصراحه الله من بعد شويه حيت هو ما بغاش. هو النهار اللي نهار فتحت يوتيوب قال لي انا يوتيوب ما عنديش معاه، بغيتي ديري يعني وعاشقه ديري يوتيوب، هذا ماشي مشكل. ولكن انا ما منبانش، ولكن واخا دابا ولا كيبغي يبان معايا شي شويه، ولا هذا كيقول لي غير ما تدخلينيش بزاف ونهضر، اما لا داز قدام الكاميرا ولا شي حاجه ماشي مشكل. غير انا صافي قلت ما بغاش يهضر ما يهضرش بلاش ما يبان. هو صراحه الله من النوع اللي كيحشم بزاف وما عندوش الجراه هكا قدام الكاميرا، ماشي بحالي انا. انا شويه شجاعه بحال هكا اجتماعيه، كيعجبني نهضر. هو راجلي لا، وحتى الخدمه ديالو داكشي ما كتسمحش ليه باش يبان معايا ولا شي حاجه. صافي هادشي علاش. وكيحشم بزاف، كيحشم يعني ما يقدرش يهضر قدام الكاميرا، وشخصيته ما يقدرش يبان ولا يدير معايا داك الفيديوهات اللي كندير. يعني انا خاصه قناتي بالنساء، صافي تيقول لي خليها مختصه لداكشي. صراحه الله ما كيشرفناش داكشي كمغربيات، وكنقول انا ما نقدرش نلوم هذوك النساء اللي كيديروا داك الروتين اليومي، الله يكون في العوان. يعني ما نقدروش نحكموا عليهم، ممكن هما كانت عندهم شي ظروف اخرى وبدلوها، قالوا نجيو نديروه يعني هذا احسن لينا. ولكن من الاحسن كنتمنى ان زعما كيناتي يخدموا على القنوات ديالهم، القنوات ممكن انهم يطلعوا الى خدموا عليهم وصوروا حياتهم اليوميه، وصفات الطبخ بزاف كاين ما يتشاف، يعني غير يحاولوا انهم يديروا مجهود. هادشي اللي كنتمنى من الله، وداكشي صراحه الله ما كيشرفناش كنساء مغربيات. خديت 4000 درهم، وصراحه الله خسرتها غير شي حاجه هكا في الدار وصافي. يعني كنت كنشري بهذاك الشيء كنبغي وصافي، زعما ماشي كنت درت بها شي حاجه اللي مهمه. كنت عارفه ان فيه الارباح يوتيوب، حيت انا ماشي قديمه في يوتيوب بزاف، انا يلا شي عام ونص دابا باش دايره يوتيوب. وصراحه الله انا كنت كنخدم هكا يعني من الدار ديالي، دائما موالفه كنخدم. هذاك الشيء علاش ملي كنت كنتفرج في يوتيوب عجبني كهوايه، عجبني بارطاجي مع الناس بزاف الحاجات، وفي نفس الوقت قلت غنديروا خدمه بكل صراحه زعما كاينات باش هكا نعاون به راسي، يعني وخرج لي يعطيني ولا بزاف الحاجات، وكيمشي بحال كان عندي مدخول ديالي غنكون. يعني المرأة فاش كيكون عندها واحد المدخول ديالها يعني كتكون يعني شي واحد الإحساس زوين. الصراحة الله ما كنعرف حتى شي يوتيوبرز نهائيا، حيت وقيلة أنا بعيدة، حيت أنا بعيدة يعني في مدينة الشاون ماشي قريبة. كنت في المدن الداخلية كازا ولا مراكش ولا هادي ممكن نكون تنعرف شي يوتيوبرز، لكن أنا اليوتيوبرز الوحيدة اللي أنا هنا في الشاون، الحمد لله اللي نجحت لي القناة ديالي في الشاون. صراحه الله طبيعه بزاف اليوتيوبرز بداو معايا، وانا الوحيده اللي نجحت فيهم في اليوتيوبرز اللي كنت طبيعيه، يعني كنهضر تلقائيه، كنصور داكشي يعني تلقائي. هادشي علاش الحمد لله نجحت لي القناه في ظرف يعني شهرين القناه ديالي طلعت. بالنسبه للولاده ديالي، انا يا كنت ولدت ولدي من وراه بعام بغيت نولد، صافي ما بقاتش يعني كندير اجهاض 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 المده ديال 7 سنين، وانا كل مره كندير اجهاض.
خمسة ديال المرات اللي درت اجهاد وصافي. فاش مشيت عند الطبيب المره الثانيه درت واحد التحليله قال لي بالله راه تكونوا لي واحد المضادات ديال الاجسام في الدم ديالي اللي يعني ديما غيبقى يطرى لي اجهاد وتا لولدت يعني خاص ضروري دوك الترابي تبدل ليه الدم ديالو كامل والا غيتوفى، ولا ما توفاش يقدر يتزاد فيه اعاقه ولا شي حاجه في حلق. يعني انا بقيت غاده على ديك التحليله وفيما درت اجهاد حيت كندق واحد البراد ضروري خاصني ندكها وصافي. الحمد لله هاد المره فاش حملت عاوتاني قلت غيوقع لي اجهاد، بقيت كنبكي قلت صافي عاوتاني هاد المره ولا غير يبدل لي الدم. انا ديك التحليله الورقه ديال التحليلات ودرات ليا مني مشيت عاودت هذيك التحليله وهي تخرج عندي اصلا ديك التحليله غير غلط، ما كانش يعني 7 سنين وانا غاده على ان يعني عندي مشكل في الحمل وهو راه غير كيطيحوا لي غير هكاك خطأ طبي يعني خطأ في التحليله. التحليله مني عاودتها قالوا لي داك اصلا داك المشكل ما كيحيدش من الدم وغير هكاك تخرجت لي في التحليله هكاك ولا من عند سيدي ربي وربي كتب لي وصافي. هادشي اللي كاين الحمد لله ولدت بخير وعلى خير. صراحة الله دوزت الولادة ديالي في واحد الجو اللي زوين وراجلي كان معاوني يعني فاش مشيت الولادة هكا راجلي معاوني يعني ما داز حتى شي حاجة صعيبة واخا ما كانتش معايا ماما كنت بوحدي يعني صورت وانا مرتاحة مع البنات الاجواء حتى التصوير هو عاوني يعني صراحة الله ما داز حتى شي حاجة صعيبة في الولادة ديالي واخا يعني ما كانتش معايا ماما ما كان معايا حتى شي واحد وماشي سهلة ولكن الزوج ديالي صراحة الله الحجر الصحي ما حسيتش بيه زعما طويل ولا لانني كنت حامله وكنت متحمسه نولاد كنت كنوجد البنيه الحويجات كندخل انستغرام كنبقى نقلب على الحوايج يعني هكا دوزت وما حسيتش كاع بيه يعني خملت فيه الدار بزاف د الحوايج قديتهم يعني كان عندي ما يدار فيه ماشي كنت غير جالسه باش نقناط ولا شي حاجه ما حسيتش كاع بالحجر. ديك 3 شهور دازت عندي دغيا بالنسبه للانتقادات الحمد لله ديال الحاجه الوحيده اللي مرتاحه فيها حيت القناه ديالي ما فيهاش نهائيا انتقادات كاع يعني البنات كاملين اللي معايا كيكتبوا لي كومونتيرات زوينين لحد الان عمره ما جاني شي هجوم ولا شي حاجه في القناه ديالي. ايجابي هو كانوا دعوا معايا البنات بزاف يعني بالنسبه للتعاليق الايجابيه وكانوا دعوا معايا البنات في واحد الفيديو هكا فاش كنت حامله صافي قلت عاوتاني حملت عاوتاني حيت انا ما كنتش باغا صافي قلت يعني والبنات بقاو كيدعوا معايا لدرجه صافي بكيت العائله كلهم كيقولوا لي ان شاء الله ربي غيكمل عليك بخير بهاد التعاليق ديال هاد الناس اللي دعوا معاك هاد الدعوات. بغيت نقول لهم شكرا بزاف لهم لانهم كانوا كيدعوا معايا بعد اولا فاش كنت مريضه ومسانديني وكيدعموني في القناه ديالي كيكتبوا لي كومونتيرات زوينين وانا بيهم زعما باش وصلت كنقول لهم شكرا لكم بزاف. بالنسبه للوصفات ديالي الحمد لله نجحوا لي الوصفات بزاف كاع الوصفات اللي قدمت وبنات شكرون عليهم منهم وصفه ديال زياده الوزن اللي بزاف البنات اللي عطاتهم نتيجه دخلوا عندي الانستغرام شكروني عليها. بالنسبه للصباغه ديال الشعر اللي جربت عاوتاني حتى البنات عجبتهم. بالنسبه لواحد الوصفه كيراتين طبيعي كنت عطيته لهم حتى هو كان عجبهم. بالنسبه لواحد الديتوكس ديال انقاص الوزن هادو هو الوصفات اللي كانوا عجبوا البنات بزاف عندي في القناه. بالنسبه للتجربه ديالي انا يعني مع الحمل ما بقيش نثق انا نهائيا ان شي مره يقول لها الطبيب ما عمرك ما غتولدي يعني انا بالتجربه ديالي 5 ديال المرات ديال الاجهاد وصافي حتى صافي الواحد ما يفقدش الامل بطبيعه الحال في الله سبحانه وتعالى ولكن صافي انا فقدت الامل نهائيا كنت كنقول عمرني ما غنزيد نولد خصوصا مشيت عند شي جوج ديال الاطباء اللي كندير لهم هذيك التحليله كيقولوا لي راه عندك مشكل كبير يعني حتى الا حملتي ولادي خاص ضروري تبدل ليه الدم خصوصا المشاكل ديال الدم وهذه يعني الوحده واخا يعني ما يعطيهاش الله ولكن ديما يبقى املها كبير في الله لان ربي هو اللي كيرزق الا بغى ربي ان شاء الله انك تحملي وغيكون لك واخا يقولوا لك اللي قالوا الاطباء راه ان شاء الله غيكتب لك هذاك الوليد. الاسم ديال اميره صراحه الله ماشي انا اللي اختاريته انا يلا كنت حامله وقلتها لولدي قلت ليه راني حامله وهذه وقال لي صافي ماما غادي انا ماما انت غتولدي بنيه وغنسميوها اميره هو اللي اختار السميه ولدي اللي اختارها.
لا مزيانه الصحه ديال بنتي، حيت ما عندي حتى شي مشكل، الحمد لله الصحه ديال بنتي مزيانه، عاد زادت مزيانه، كل شيء بخير. الرساله ديالي للقناه لاله مولاتي، كنشكركم بزاف بزاف، كنشكركم على الحضور ديالكم، وشكرا للمتابعين ديال لاله مولاتي، ومرحبا بكم. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.